وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة سعادة النائب خالد الشاعر، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. سيد الشاعر، بداية مساء الخير، ويعني ما هي أهم ما ورد في الاجتماع مع معالي المشير من خلال زيارته لمقر السلطة التشريعية لكم اليوم؟ أهلا وسهلا أخوي، مساء النور وشكرا على الاستضافة. بما يتعلق بالاجتماع اليوم، يعني طبعا تم الترحيب بمعالي المشير وبأعضاء الوفد المرافق لمعالي المشير. هذا الاجتماع جاء اجتماع تنسيقي لتقارب وجهات النظر فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، وخاصة المادة 105 البند باء. هذا التعديل سيعطي أولوية أمنية إلى المواطن، وأيضا المرافق العسكرية ومرافق الدولة التي تكون تحت يعني بما يسمى المنظومة الأمنية في البحرين. التعديل يقتصر على حذف مادة وإضافة مادة أو تبديل مادة، يعني بند إلى بند. البند الجديد ينظم القانون القضاء العسكري. في السابق كان يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية. اليوم احنا عندنا لما نقول كلمة ينظم القانون، معناته ان احنا نقدر القانون يكون عندنا فلكسيبل. تنظيم القانون او اعادة صياغة القانون او اضافة او مقترح تعديل القانون يأتي من ثلاث جهات، اما يأتي بمرسوم ملكي بعد ذلك، أو يأتي بمقترح من مجلس النواب أو مجلس الشورى، أو يأتي من السلطة التنفيذية. الاجتماع يعني كان جدا مثمر. تم الاتفاق على مبدأ حماية المواطن البحريني وحماية حدود وأرض البحرين. هذا المبدأ يعني مع تزايد يعني الإرهاب الدولي في المنطقة وخاصة الخليج اليوم، يعني كثير من التدخلات الخارجية وعين كثير من الدول المعادية لدول الخليج تريد أن تخترق هذه المنظومات، فتزج بعناصر يعني موالية أو عناصر يعني تكون يعني مدسوسة في دول الخليج لكي تزعزع الاستقرار. لما أنا أحول بما يتعلق بالإرهاب وما يتعلق بالجرائم يعني من الدرجة الأولى فيما يمس رجال الأمن أو المنشآت العسكرية أو الأمنية أو التابعة للحرس الوطني، إذا نحولها لمحكمة عسكرية ستكون هناك رادع، وإذا واحد يبي يسوي شيء مثل ما نقول بالعامية فيحتاط ممكن يتراجع فيه، لأن المحكمة العسكرية تكون محكمة سريعة. احنا اتفقنا أيضا على موضوع مهم جدا، اتفقنا على يكون أن مبدأ يعني تعديل القانون، تعديل القوانين في الفترة الجاية ستكون أيضا ضمن منظومة يعني الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي وقعتها البحرين في الأمم المتحدة ومع الدول أيضا الصديقة في أوروبا. إذن سيد الشاعر، أهمية هذا التعديل الدستوري تكمن في يعني سرعة اتخاذ الإجراءات ضد القضايا الجنائية إذا تحولت إلى محاكم عسكرية. طبعا يعني سرعة أخذ القرار وأيضا تنفيذ الأحكام أيضا، يعني في المذكرة التفصيلية والمذكرة الشارحة لهذا التعديل تأتي يعني كثير من المواضيع المتتابعة. وبالتالي بعد إقرار هذا المرسوم ستأتي التغييرات القانونية داخل منظومة اللي هي المحكمة العسكرية، في تعديل القانون، في تعديل بعض المواد، زيادة بعض المواد. وبالتالي في السنوات أيضا المقبلة أي اقتراح بتعديل ممكن أن يكمن أن يأتي من ضمن السلطة التشريعية أيضا أو من ضمن الحكومة. إذا سعادة النائب خالد الشاعر، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.